صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مرسوم رقم 88 لسنة 2021 بتأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعية شركة مساهمة بحرينية مقفلة جاء فيه يرخص بتاسيس شركه البحرين للتطوير الزراعي شركه مساهمه بحرينيه مقفله وفقا لعقد التاسيس والنظام الاساسي للشركه المرافقين لهذا المرسوم